شوف فيلم. ليه شوف فيلم؟ وليه قررت أعمل سلسلة شوف فيلم؟ وليه قررت أعمل سلسلة أفلام جوه سلسلة شوف فيلم؟ أفلام رعب، أفلام أكشن، أفلام رومانسية، أفلام تاريخية. ليه؟ أولا أنا خريج سينما سنة 1982 وعامل ماستر ودكتوراه في الإخراج السينمائي. أخرجت في عمري تقريبا 200 فيلم تسجيلي، واخد جائزتين عالميتين في الإخراج السينمائي للأفلام التسجيلية، وأخرجت تقريبا حوالي 1000 برنامج تلفزيوني في عدة قنوات أو في كثير من القنوات الشهيرة، وأيضا أخرجت 1400 إعلان تلفزيوني وسينمائي. يبقى أنا لي علاقة بالسينما، لي يعني بعرف شوية سينما على قدي. طيب يبقى ده سبب رئيسي خلاني أقول تعالوا نعمل سلسلة شوف فيلم. بس السبب الأهم هو أني عاشق للسينما، عاشق للأفلام السينمائية العالمية اللي فيها كتابة قوية واللي فيها إخراج وتصوير ومونتاج وتمثيل وموسيقى. السينما الحقيقة متعة عظيمة، عشان كده بحب أشوفها وبشوف كل يوم على الأقل فيلمين. ومدام بشوف أفلام وبستمتع بيها، ليه ما أقولش لأصدقائي عليها؟ وليه ما خلهمش يشوفوا معايا الأفلام دي؟ ده سبب تاني خلاني أقول تعالوا نعمل سلسلة شوف فيلم. السبب الثالث إن الأفلام العالمية العظيمة جدا ما بتتعملش بدون هدف. كل حاجة بتتعمل في الدنيا ليها هدف. يبقى الأفلام العالمية دي لما أشوفها وأكون منتبه وأفهم التكنيك وأفهم التكتيك وأفهم أهدافهم وهم بيمرروا الرسائل، هكون منتبه ومستمتع وما بيضحكش عليا. يبقى ده الهدف الثالث، إننا نتفرج على السينما الجميلة اللي بيعملوها بس ما يضحكش علينا. تعالوا مع بعض نشوف سلسلة شوف فيلم. بس أرجو من حضرتك إنك قبل ما تشوف سلسلة شوف فيلم تتكرم عليا وتعمل سبسكرايب وتعمل لايك وتكتب تعليق عشان القناة دي تكبر. دي قناتك، تعالوا نكبر القناة دي عشان يبقى عندي هدف ورغبة وقادر أشتغل في الموضوع ده وأنا مبسوط. تعالوا مع بعض نشوف شوف فيلم.